ومن خبز الببغاء على طول الجولدن سنت، ما عندنا وقت لنا. دائما نتكلم عن عطور الملابس في جولدن سنت، بس عندهم منتجات ثانية مثل عطور الأطفال، معطرات الشعر، معطرات المنازل. معطرات المنازل عندهم نوعين، شموع أو السبراي البخاخات. في أشياء تكون سعرها جدا معقول، ممكن تستخدمينها بشكل يومي وحلوة، وفي أشياء تكون غالية بس إنه سعرها فيها تستخدمين وقت المناسبات، وقت ما يجيك ضيوف ريحتها جدا فخمة. ومثل ما تعودت من جولدن سنت، عندهم مجموعة من العروض أقواها إنكم تاخذون عطرين والواحد منهم يكون مجاني اللي هو الأرخص، وكلها عطور عالمية ومعروفة ومشهورة وكثير منكم جربها. كمان العطور الأفضل مبيعا حاطينها في قائمة واحدة، ومنزلين سعرها جدا، يعني خصومات توصل إلى 50% على هذا القائمة. كمان في عطور نسائية، عطور رجالية، شرقية، عطور شعر. هذا القائمة اللي هي عطور حصرية فقط لجولدن سنت، يعني هم وكلاءها الحصريين على مستوى الشرق الأوسط، وما تتوفر إلا عندهم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.